أهلا ومرحبا، اليوم عندنا نبتة نقدر نقدمها للطيور طوال العام. وش هذه النبتة؟ هي زهرة القرنبيط. هذه الزهرة تعتبر من الألياف اللي يحتاجها الطائر باستمرار للحفاظ على ليونة الأمعاء واستمرارية عملية الهضم بشكل سليم. بس كذا؟ طبعا لا، أبا أقول لكم الحين قيمتها الغذائية. تحتوي على فيتامين كي الذي يجتمع مع الكالسيوم لتقوية العظام، والكالسيوم أيضا موجود في زهرة القرنبيط، وتحتوي أيضا على البروتين وفيتامين B6 اللي هو البيوتين المساعد لتحسين الريش أيضا، وتحتوي على عناصر كثير مثل المغنيسيوم والفوسفور. وبقول لكم هذه المعلومة عن زهرة القرنبيط، معلومة جميلة جدا وركزوا فيها. القرنبيط يعتبر غذاء ممتاز للبكتيريا النافعة حتى تنمو وتتكاثر وتنقسم وتتغلب على البكتيريا الضارة الموجودة في الجهاز الهضمي عند الطيور، فتحسن عملية الهضم وأيضا تحسن جهاز الطيور المناعي. وبهالمناسبة، ما دام جبنا سيرة البكتيريا النافعة والضارة، لا يوجد منتج اسمه بكتيريا نافعة، إنما هي أغذية ومكملات غذائية للبكتيريا النافعة الموجودة أصلا في جهاز الهضمي عند الطيور. وطبعا ما انتهينا من فوائد زهرة القرنبيط. تحتوي زهرة القرنبيط على عنصر الكولين اللي تكلمت عنه أكثر من مرة، وهو من العناصر التي تقلل تراكم الدهون في كبد الطيور وتنظم عملها، وفوائده طبعا كثير جدا. راجعوها في الرابط اللي بحطه لكم في الوصف عن عمل الكولين الموجود في الأفيشول من شركة فيرسلاغا. طبعا قلت لكم موجز بسيط عن هذه النبتة العظيمة، ولكن قولوا لي الآن، هل قدمتوها لطيوركم من قبل ولا لا؟ اكتبوا لي في الكومنت.